طب نشوف ختام مهرجان أسوان لسينما المرأة ونشوف ليلى عملت ايه. طبعا دي كارول سماحه الفنانه الجميله اللي بنحبها اللي بقت مصريه يعني معانا، وليلى هلا. والهام وفاروق الفيشاوي وهلا صدقي، يعني فاصدقاء العمر يا ليلى. طبعا طبعا، وكارول شخصيه لذيذه جدا جدا، وبعد ما اتجوزت مصري بقت مصريه زينا. والله روحها مصريه خالص، واحنا المصريين واللبنانيين قريبين من بعض.